إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، طابت أمسيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. قدم معهد باستور يوم الأحد 22 ماي معلومات حول مرض جدري القرود الذي تم تسجيل عدد من الإصابات منه لدى البشر في عدة دول وخاصة أوروبا. وأوضح معهد باستور أن جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس يحمل نفس الاسم الذي ينتمي إلى جنس الفيروسات القشرية. تم اكتشافه في 1958 عندما تفشى مرتين في مستعمرات القرود التي تمت تربيتها للبحث، ومن هنا جاء اسم جدري القرود. ومن أعراضه الطفح الجلدي على شكل بثور وتضخم الغدد اللمفاوية هي العلامات الرئيسية، زيادة إلى الأعراض العامة وهي الحمى الشديدة وآلام الرأس. يحدث انتقال الفيروس عندما يلامس الشخص الفيروس من حيوان أو إنسان أو مواد ملوثة بالفيروس. فهل الضجة الإعلامية الأخيرة تستدعي القلق أم لا؟ لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة المدير العام لمعهد باستور البروفيسور فوزي درار. أهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود إلى الأستوديو. بروفيسور فوزي درار، هذا الظهور المفاجئ لهذا المرض بعد الاستراحة من وباء كورونا، كيف تفسرون ذلك؟ يعني هو هذه الأمراض المتجددة اللي نسميها الأمراض إيمرجنت وسيرتوري إيمرجنت، هي أمراض كانت معروفة عند علماء الفيروسات، وهي أمراض كانت خصوصا محصورة في بعض الدول الإفريقية كدول إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى، ولكن في القديم وجدت بعض الحالات إثر تنقل بعض الأشخاص من هذه الدول إلى دول أوروبية أو دول في القارة الأمريكية. ولكن اليوم ما لفت الانتباه وكما أشرت إليه أن فيه ظهور فيه حالات كثيرة في نفس الوقت وفي رقعة جغرافية نوعا ما متسعة، فهذا ما أحدث الضجة الإعلامية الكبيرة الحالية. ولكن نستطيع أن أقول أنه هو عامة مرض غير مقلق، يعني ليس خطير، ولكن فيه نوع من الأمراض، يعني فيه لما نطرقوا إلى جذري القرود فيه كما نقولوا الجذري الماجوريتار، وكان الجذري يعني اللي ماهوش عنده أمراض كثير، لأن في الجذري هذا في حالات ذكرت هي حالات جذري يعني إيموراجيك، يعني هو الخطير جدا اللي ممكن يقتل، لهذا فيه نزيف دموي، لهذا فيه تتراوح نسبة الوفيات بالنسبة لهذا المرض من 1% بالنسبة للمرض غير خطير إلى 10% لما كان الوباء كبير وكانت هذه الحالات يعني الخطيرة موجودة كثير، لهذا فيه تباين. لكن فوزي درر، هذه الحالات الخطيرة تتغير بنوع الفيروس، بعائلة الفيروس، أو نفس الفيروس يمكن أن يتفشى بواحد من المئة كما تقولون أو بعشرة بالمئة، أو في نفس الفيروس فيه عدة فئات، فيه عدة أنواع وكل نوع له خطورة. وهل النوع الذي نشاهده الآن في أوروبا وأمريكا هذا هو النوع الخطير؟ نعم، هو نفس النوع الفيروس اللي هو قلت، لأن رانا في عائلة تتكون من الجذري اللي تسبب في وباء عالمي في السبعينات والثمانينات، وفيه كذلك نوع آخر من الجذري للأفاكسين، وفيه هذا جذري تاع القرود، هذو كلها من عائلة واحدة، ولكن اللي رانا نشاهدوه فيه حاليا هو هذا الفيروس تاع جدي القرود، هو للآن راهو يسري بنسبة عالية مقارنة بالآخرين. لماذا الآن فيه بحوث نحاول نفهموا لماذا هذا الانتشار بسرعة، ماذا حدث، وكنت تكون عندنا نتائج في القليب. ولكن ما نستطيع القول اليوم أننا أولا لازم يكون المواطن الجزائري على علم بنفس مستوى المعلومات على ما يحدث في العالم، وهذا الدور تاعنا الأول لإعطاء المعلومات في وقتها، وثانيا كذلك لأن نعطي الإجراءات الوقائية التي تسمح
بعدم لا قدر الله تعرض بسرعة لهذا الفيروس، وخصوصا أن البعض منها ولفناه في جائحة الكوفيد 19 مثلا. تباعد اجتماعي، تباعد جسدي مهم جدا حتى بين حتى في الكوفيد ولا في هذا المرض، الناس لا كما قلت لا تختلط. نفس الشيء بالنسبة للإنسان مثلا اللي يروح وتشك فيه يروح المستشفى لازم يدير العينة، لازم يكون عنده الكمامة ويدير الإجراءات اللي كنا مع الآن رانا معهودين بها في الكوفيد 19. لهذا كاين تماثل من ناحية المقاربة. أنتم مدير عام معهد باستور وعضو في اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا والترصد للوباء في وزارة الصحة، وتعلمون أن الآن المواطن الجزائري لا يحترم أي إجراء، غياب شامل وغياب تام لكل إجراءات الوقائية. صحيح، لهذا كما نقول لك لهذا المعهد دار هذه نقطة المعلومة على الموقع الرسمي حتى للناس تكون دراية على أننا ما اكتسبناه في جائحة كوفيد 19 يبقى ساري المفعول حتى في أمراض أخرى. هذه النقطة اللي لازم نركز عليها كثير. وثانيا أننا واش راح يأتي وكنا أشرنا إليه وحنتكلموا عليه في الكوفيد 19 ممكن يكون عنده بعد أخرى، لأن كوفيد 19 شفنا أن مصدر الفيروس من الحيوان، وكذلك هنا المصدر الرئيسي هو الحيوان. ممتاز. في هذه النقطة بروفيسور فوزي ضرار، في سنة 2003 عرفت الولايات المتحدة الأمريكية أول ظهور لهذا وباء جدري القرود خارج إفريقيا، لأنه في إفريقيا نعرفوه منذ سنوات، وأغلب هذه الأوبئة نشوفها في المناطق الاستوائية في المناطق الرطبة في إفريقيا، ممكن احتكاك كبير بالحيوانات. عرفت الولايات المتحدة في 2003، بعدها في 2017 عرفت نيجيريا أول حالة وبائية موثقة، يعني موثقة في الليتيراتور ميديكال، أين كانت هناك وفيات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا أنه بسبب استيراد حيوانات من إفريقيا ربما قوارض. هل القوارض أو القردة أو ما هي الحيوانات التي يمكن أن تكون هي مخزون للفيروس؟ نعم، يعني إحنا وش نعرفه، صعب أنك تعرف بدقة ما هو المخزون، ولكن إحنا على بالنا باللي بالتجارب التي كانت مكتسبة من قبل خصوصا في السبعينات الثمانينات، أن بعض الأشخاص الذين تم يعني انتقال الفيروس إليهم كانوا مثلا تعرضوا لخدش ولا تعرضوا كانوا قريبين بعض الحيوانات مثل اللي نعيطوا له ليكوري دو كورد، ولا مثلا كما نقولوا لي رونجور اللي معروفين، وكذلك القردة. فبالتالي عرفنا بلي الفيروس انتقل من هذا المرض لأن كان حاجة حدثت بيناتهم، سواء كما نقولوا احنا كان فيه خدش ولا عرض ولا كان تلامس خصوصا من ناحية البحث ولا في الطبيعة. فلهذا على بالنا بلي الفيروس ينتقل من هذا إلى الأشخاص إلى الإنسان، لكن الخزان الرئيسي حتى الآن ما عدناش يعني معلومات علمية دقيقة حتى من طرف الانتقال. احنا على بالنا بلي هذا وجدناه عند الحيوان وكذلك استطعنا تشخيصه، والآن استطعنا تشخيصه عند الإنسان، ولكن كانت كاين كثير من الأمراض اللي هي موجودة ولكن قعدت محصورة لأن النمط العام المناخي العام ولا المحيط العام عنده خصوصيات. لكن الآن ما يلفت الانتباه قلت لك أن عدد الحالات التي ظهرت بسرعة وفي كثير من البلدان، هذا يعني يعطينا نظرة أننا يجب لأننا يكون يقظين ونكون خصوصا في حراسة دائمة ضد جميع الفيروسات. نحن نتكلم من قبل لازم يكون عندنا مبدأ آخر، وهو يعني نظام مراقبة يسمح بمراقبة أي طوارئ غير معروف. هذه النقطة راح نوصلها من بعد بروفيسور فوزي ضرار. عدة بؤر تم الإعلان عنها والتحكم فيها خلال وباء كورونا، احنا ما كنا سامعين بها لان كنا احنا كل انظارنا وكل اهتمامنا كان لوباء كورونا، لكن ظهرت بؤر لهذا المرض مرض جردة القرود في 2020 و2021 في افريقيا تم التحكم فيها. هل في اعتقادكم ان سيكون هناك حالات وبائية جديدة وشديدة
لهذا المرض الجديد؟ وفي رأيكم هل سيتم التحكم فيها كما كان من قبل؟ هو الحقيقة الجزم بأي شيء صعب الآن. لماذا؟ لأن كما قلت لك فيه نظريات علمية موجودة الآن. هذا الفيروس انتقل بسرعة، لماذا؟ ما لناش عارفين لماذا الآن، لسه نعرف. وإن كان فيه بعض الأطروحات، مثل أحسن مطروحة الآن اللي ممكن هي اللي عندها ثقل كبير، أننا لما ظهر الجذري في الأول في سنوات الستينيات الخمسينيات، في عام 1967 بدأت المنظمة العالمية للصحة في حملة تلقيح واسعة النطاق كما شفنا احنا الآن حاليا في الكوفيد. وهذه الحملة انتهت في 1980، آخر تلقيح 1980. وعلى إثر هذه التوقف تم الإعلان عن عدم وجود أي حالة جديدة. يعني كنا لافاريول 1980 لم نرى بعد أي حالة للافاريول أو ما يسمى المرض الجذري. ما الجذري هذا؟ أي حالة؟ أي حالة. يعني تم إعطاء الليراديكاسيون، أعلنت المنظمة العالمية الليراديكاسيون. الآن كثير من العلماء يقولوا الأطروحة أن ممكن أن المناعة التي اكتسبت أنذاك نزلت إلى حد كبير اليوم، هذا ما أعطى فرصة للفيروس باش يعاود يظهر. يعني لا بيست على ليميونيتي اللي اندوي بار لا فاكسيناسيون تاع اون كومبان دو فاكسيناسيون جلوبال. هاد لا كومبان دو فاكسيناسيون بروفيسور فوزي درار في اللي قلتها كانت حملة شاملة وتم القضاء على فيروس الجدري او ما يسمى بلا فاريول، كانت تقريبا يقولوا نسبة النجاعة كانت 85%. هل في رأيكم هاد لو فاكسين لقاح لافاريول هل هو فعال ضد جدري القرود، علما ان لافاريول وجدري القرود او هذه المونكي بوكس فيروس سون دو لا ميم فامي؟ نعم، يعني كاين لقاح كان في موجود في التجريبي في الولايات المتحده، كان في افريقيا كذلك بعض اللقاحات في طور الانشاء، كانت يعني النتائج الأولية كانت نتائج جيدة يعني تصح. ولكن اليوم بالنسبة للفيروس اللي راه موجود حاليا مازال ما كاش أدلة علمية يعني تقدر تقولنا بلي نسبة النجاعة عالية جدا تسمح بكبح الفيروس، وخصوصا مع عدم لحد الآن وجود حالات كبيرة تستدعي كما نقولوا احنا التلقيح على يعني فاكسيناسيون ماسيف. مازال ما عندناش معطيات جيدة، ولكن لكن ممكن توجه الى هذا. شفنا اسبانيا الان قدمت طلبيه لا اونتيسيبي لي شوز، يعني مسبقا قدمت طلبيه لالاف جرعات لو فاكسان اونتي فاريوليك او ما يسمى هذا اللقاح المضاد للمرض الجدري. في دول تتسبق الاحداث. طبعا يعني تسبق الاحداث هو الركن الرئيسي اذا اردنا ان نتكبح يعني نطوق نضال. لان بعض البلدان تشوف باللي عندها رؤيه باللي هذا ممكن يسبب امور صحيه في البلد فتستبق الاحداث وتجيب تلقيح. بعد كيف تاتي بالتلقيح؟ هل بالدراسه مع المنتج ونقول له في إطار المشاورات إذا حدثت حاجة ممكن يكون أنا الأولي؟ هذه كلها أمور تحدث وتتحدث بها البلدان مع منتج حال. يعني الأهم في باش نفهمه مثلا كما ذكرت في إسبانيا أنها هذا موضوع التلقيح راه موجود ومؤخذ بعين الاعتبار في انتظار ماذا سيحدث في الأيام المقبلة. عكس بروفيسور فوزي درار، عكس وباء كورونا اللي لما تكون مصاب بالوباء او مباشره بعد الاصابه لا يمكن التلقيح بلو فاكسين هذا اللقاح المضاد لكورونا. في هذا المرض المونكي بوكس فيروس او هذا المرض جدري القرود يقال انه مباشره بعد الاصابه او ابري ليكسبوزيسيون يمكن التلقيح. ممكن يعني هذه من الافرازات تاع منتج اللقاح، هذه مش مشكل. لكن واش نفهموا اليوم الحاجه الرئيسيه لما نشوفوا الفرق بين الكوفيد 19 وهذا المرض حاليا، ان الكوفيد 19 في اطار الوباء العالمي الاستراتيجيه هي التلقيح الشامل يعني فاكسيناسيون ماسيف. ولكن الان بالنسبه لهذا المرض حتى يتسع مازال ما نقدروش نتكلموا على تلقيح شامل، لكن تلقيح
يعني يكون كما نقولوا سيبلي، عنده بعض الشرائح التي يمكن أن تستهدف. وهذا هو الآن يعني الموضوع الذي تحدثه يوم السبت نظن كان فيه اجتماع طارئ للمنظمة العالمية للصحة بالنسبة لهذا الموضوع. وفيه ومتى سيكون الاجتماع طارئ للمجلس العلمي الجزائري الذي أنتم عضو فيه؟ يعني متى؟ هل هذا الأسبوع يمكن أن ننتظر اجتماع للمجلس العلمي لتسبق الأحداث؟ طبعا يعني احنا كما قلت ريثما هذا موضع البيان، ريثما تكون يعني الحالة الآن تستدعي أن تكون وزارة الوصية اللي هي وزارة الصحة تتأهل. لكن الأمر يستدعي بروفيسور فوزي طبعا، لكن في موجود كما نقول احنا أجندات، فبالتالي هذا لا يتناقض مع برمجة كما نقول احنا اجتماعات طارئة، وإن شاء الله تكون اجتماعات وتعطي بنفس الأمور اللي تعطي نفس المعلومات اللي أنا نتكلم عليها للمواطنين. هل المريض يمكن أن يصاب؟ أنت كنيمينوفيرولوج بروفيسور فوزي ضرار خبير في علم الفيروسات، ربما من أبرز الخبراء في إفريقيا في علم الفيروسات، هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا وفيروس جدري القرود في نفس الوقت أو لا يمكن علميا؟ طبعا سيناريوهات، كاين سيناريوهات نقدر نقول لك في 90%، واحد مثلا تعرض للكوفيد مثلا ولا يتعرض مع واحد جاي، نقول لك مثال، أنا أعطيك المثال يعني ممكن ما يصلاش، ولكن كمثال لما يقدر يكون في سبب في وجود فيروسين في نفس الوقت. واحد مثلا راجع من بلد إفريقي أن يمشي هذا الفيروس، يولي للبلد ويكون شخص آخر معاه مثلا، وهذاك مثلا يكون عنده، خصوصا يكون عنده هذيك الأعراض تاع الجلد الحب، لو مثلا يمسوا نفس الشيء مثلا طاولة ولا الأفرجة، ممكن الفيروس ينتقل من شخص إلى شخص. ممكن ينتقل طبعا في نفس الوقت. في نفس بالنسبة الوقت الإصابة فوزي ضرار، هل يمكن أن أكون مصاب في نفس الوقت بالفيروسين؟ هل جسد واحد يتقبل فيروسين في نفس الوقت؟ طبعا لما أنت تكون في عندك الفيروس تاع الكوفيد راك معرض للفيروس، ويكون شخص آخر مريض بالجدري تاع الكورونا، تكونوا في نفس المساحة ونفس الجو، خصوصا إذا كان فيه تلامس أو إذا كان فيها تبادل. لكن ربما تعرض الفيروسين في نفس الجسد فيه تعارض. لا ليس فيه تعارض، ممكن تعرض لهم في نفس الوقت. في بالنسبة للسلالات، احنا قبل ما ظهور هاد الإصابات الأخيرة كنا نعرف في السنوات الماضية في العقود الماضية أن هناك في سلالة إفريقية غربية، سلالة إفريقية وسطى، دونك ينسوش أفريكان أوكسيدونتال، ينسوش سنتر أفريكان، ربما سلالة إفريقيا الوسطى أكثر ضراوة وأكثر ضرارة من السلالة الإفريقية الغربية. هل ظهور هذه السلالات خارج إفريقيا وخاصة في أوروبا يدعي إلى القلق؟ نعم، يعني كما ذكرت هذا تقسيم جيد اللي كنا نقول عليه، لأن شفنا باللي كما قلت الآتية من إفريقيا الوسطى تعتبر نوعا ما أخطر من السلالات اللي في إفريقيا الوسطى. كان الآن تقسيم آخر نسميهم الفيروسات تاع العالم القديم، يعني الفيروس لونسيان موند والفيروسات الأمريكية اللي موجودة في القارة الأمريكية. الفيروس هذا مثلا تاع جدري القرود ينتمي إلى الفيروسات العالم القديم سميها، لأنها كانت معروفة منذ القديم، فبالتالي هذه الفيروسات ممكن الأخذ من ناحية الإبيديميولوجية باش نقدروا نتخذوا القرارات. لما على بالي بلي هذا الفيروس ممكن يأتي بمواضع خطيرة، غير إذا كان فيروس يأتي من جهة معروف بلي ما يتسببش في حالات خطيرة كثيرة. لهذا مهم جدا أن تكون هذا المعطيات، حتى كذلك ندرس الاستراتيجية التي تستعمل إذا مثلا مواطن جزائري أين كانت رتبته راح لهذه البلدان، ولا عكس ذلك إذا جاتنا ضيوف من هذه البلدان يجب تكون عندنا نوعا ما بعض الاحترازات وبعض نقاط الأهمية، البيانات المهمة التي الإنسان لازم يكون على باله بها باش كيرع. مثلا أعطيك مثال، أن كما ذكرت مقبل كان في أمريكا شخص ولا مثلا من نيجيريا وذهب إلى أمريكا وتم تشخيصه على أنه عنده وكانت عنده أعراض، وتم تشخيصه على أساس أنه فيروس القرود. ولكن بنفس الوقت كاين حالات مثلا في أوروبا ومؤخرا في فرنسا تم تشخيصه على أنه عنده الفيروس ولكن لم يسافر.
هذا واش معناتها؟ ماشي معناتها ما كاين، ولكن ينبغي المعرفة الآن عن طريق الـ كما نقولوا البحث الإبيديميولوجي، ما هو من أين أتى هذا الفيروس لهذا الشخص؟ هل في المحيط تاعه كاين ناس سافرت ونقلت له الفيروس؟ لهذا مهم جدا أننا نكون على بالنا ما يحيط بهذا المرض، ماشي باش نقولوا أو خطير ولا يقتل، لا، باش تكون عندنا نظرة ونسيو نحوسه. لكن بروفيسور فوزي ضرار، احنا نعلم أنه أكثر من 90% من الحالات اللي دخلتنا الجزائر وكل السلالات سواء ألفا بيتا أوميكرون دلتا، كل السلالات جاتنا من أوروبا وخاصة من فرنسا. حنا نعلموا بلي همزادونا في برامج الرحلات إلى أوروبا وخاصة فرنسا همزادوا ضعفهم. يعني بكل صراحة، هل ترتقبون أنه هذا الفيروس سيدخل الجزائر عن قريب؟ وهذه أظن لا حالة، هذه احتمال لا مفر منه. طبعا احنا كما كنا نقول في الكوفيد 19 قلنا مؤخرا أننا ما خصوصا مع الكوفيد 19، ما قبل الكوفيد غير ما بعد الكوفيد. لماذا؟ لأن الجائحة ورات لنا باللي الآن في المستقبل يجب معرفة كيف التعايش مع الفيروسات، وهذا نقطة، هذا راهو يعني كما نقولوا احنا أهم شيء نقدروا نذكره الآن. هل ترتقبون دخول فيروس الجزائر من فرنسا أو من طبعا طريق؟ ممكن يأتي من أي شخص يذهب إلى موضع واحد، مثلا يقدر يكون يروح لإفريقيا في أي من البلدان في وين كان موجود الفيروس يأتي به، ممكن يروح يكون كما نقولوا احنا في بؤرة موجودة في بعض البلدان الأوروبية، وخصوصا إذا كان يعرف واحد بالدقة ممكن ينقل له الفيروس. فلهذا غير يعني كما نقول مفاجئ أننا يكون الفيروس، لأن العالم الآن العالم راهو كما نقول متواصل بينه بشدة، فبالتالي الانتقال ينجم يكون في أسرع. ولكن إنسان الذي يكون محترز ويطبق الإجراءات الصحية اللي تكلمنا عليها يكون أينما يكون. لكن في المطار أنا نشوفه ما كاش إجراءات بروفيسور فوزي ضرار، ما كان حتى احترازات، الطائرة تم غير يزيدوا الأوروبا وخاصة فرنسا، الرحلات غير يزيدوا، المسافرين غير يزيدوا، ولما تذهب المطار ما تشوف حتى إجراء احترازي. طبعا لازم احنا الآن الناس لازم توعى، خصوصا تكلمت على المطار ليس إلا في المطار، لازم تكون واعية أننا إذا أردنا أننا لا نعود إلى وضعيات شاهدناها كما في الكوفيد 19 يجب العودة إلى الإجراءات الصحية. كاين بعض الأمور اللي تنجم، مثلا ترك مثلا الآن كاين بزاف ناس يقول لك أنا ما نشوفهم ما يديروش الكمامة ولا لي ماسك في بعض المواطن، يجب تفهموا العقلية الاجتماعية، لأن مع عامين تاع الضغط تاع الكوفيد وتاع الإجراءات في بعض الحين نقدروا نتفهموا، وممكن مثلا في بعض الأماكن نقدروا نتفهموا أن الناس تتراخى، لأن احنا رانا إنسان والإنسان ممكن كما نقولوا يباس لاقات في بعض الوقت، هذا ممكن. ولكن في كاين بعض الأحيان في بعض الأوقات وين ما كاش عذر لازم إنسان، لأن فيه الخطر يكبر. احنا الآن كما الآن الاستراتيجيات العالمية اللي راهي موجودة الآن مبنية على نسبة يعني التعرض للنيفو ديكسبوزيسيون، هذا هو اللي راح يعطيك. إذا كان نيفو ديكسبوزيسيون للفيروس مثلا ضعيف الآن ممكن السماح بالتراخي، إذا كان نيفو ديكسبوزيسيون عالي هنا يجب إنسان ما عندوش عذر، لازم يعاود يولي الإجراءات لأنه فيه خطر أولا عليه وأولا في المجتمع. لهذا كما نشوفوا الآن أمس لما صرح الرئيس الأمريكي على جريدة القرود قال واش قال؟ قال ممكن أن هذا محتمل جدا أن هذا الفيروس راح يتفشى أكثر. احنا نعلم بروفيسور فوزي ضرار أن ذهنية الجزائري للأسف لا تحسيس ولا حملة توعوية ما تخليه يقوم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لكن يجب الصرامة والقوانين وفي غالب الأحيان الردع. فاصل قصير ونعود إلى الحصن. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج أديان. نناقش في هذه الحصة تداعيات انتشار المرض الجديد ألا وهو مرض جدري القرود، رفقة البروفيسور فوزي ضرار مدير معهد باستور. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود إلى الأستوديو. بروفيسور
بروفيسور فوزي ضرار، كنا نتكلموا في الجزء الأول من الحصة على انتشار هذا الوباء خارج القارة الإفريقية، وإحنا نعرفوا أنه في القارة الإفريقية معروف منذ عقود، لكن انتشاره في أوروبا وفي أمريكا قد يدعي إلى القلق، حيث كما صرحتم قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح يوم الأحد وقال يجب أن نكون جاهزين ربما إلى حملات وقائية، حملات احترازية، إجراءات صارمة كما كان هو الحال في وباء كورونا. ما هو الحال في الجزائر؟ احنا لازم نكون واعيين، الحمد لله ما عندناش حالات، ولكن لا ينبغي اننا ننتظر عدم وجود حالات حتى يعني نكون كما نقولوا نتفاعل، لا، يجب خصوصا اننا نكون يعني نظرة سباقة ومسبقة حتى ما تكونش عندنا امور تسمع تقدر تخلق مشكل في على مستوى النظام الصحي. لهذا احنا النقطة المهمة، في وقت ما كانت بعض الأمراض محصورة في المحيط الهادي ولا في إفريقيا ولا في القارة الجنوب الإفريقية، ولكن الآن مع وجود تغير مناخي تام، مع ارتفاع درجة مع نسبة الرطوبة المتغيرة، مع يعني كذلك بعض العادات التي تغيرت خصوصا من ناحية الصناعية، أصبحت هذه الأمراض الآن معروفة تنتقل إلى أوروبا. إحنا نشوف الآن مثلا بعض الأمراض كمثلا اللي معروفة كما لادينغ ولا معروفة كما مرض الشيكونغونيا، أصبحت محل برنامج يعني وطني في بلدان أوروبية. هذه منذ 15 سنوات الماضية كانت غير معقول، يقول كيف أنت بلاد كفيروس. لكن شيكونغونيا بروفيسور فوزي ضرار، إحنا نعرف أن شيكونغونيا مرض إفريقي يظهر في طبعا، ولكن كيف تنقل؟ تنقل لأنه كانت الصناعة تتنقل أوروبا لصناعة العجلات لاندستري تاع لابنوماتيك، وكانوا في البنو هذاك بعض المستنقعات كان موجود الفيروس تنتقل مع نقل العجلات. لهذا تغير الإيكوسيستم في العالم، تغير وأصبحت بعض الفيروسات الآن موجودة في بلدان أوروبية. لهذا لا ينبغي الآن التفاجؤ الاستغراب أن بعض الأمراض اللي كنا حاسبينها أمراض إفريقية بحثة تصبح موجودة في القارة الأمريكية، في القارة الأوروبية، وحتى في البروفيسور فوزي ضرار. المصابين بهذا المرض يتعافون في أغالب الأحيان في أسابيع على أقصى قدر، يعني المنظمة العالمية للصحة تقول 14 يوم حتى 21 يوم، في بعض الحالات المعقدة في أسابيع فقط يتعافون. لكن هل فيه حالات خطيرة أو سلالات قاتلة؟ لأنه أنا قريت في بعض الدراسات البريطانية تقول أنه هذا المرض جدري القرود يمكن يكون قاتل في مرة واحدة على 10، ومقارنة بالفاريول كلاسيك أو ما يسمى بالمرض الجدري الكلاسيكي. يعني هو بالنسبة يعني بصفة عامة، هذا الفيروس لما الإنسان يتعرض للفيروس هذا في الانتقال الحيوان أو من إنسان إلى إنسان، هذا الفيروس ممكن فترة الحضانة تاعو تقدر تكون بين 10 إلى 14 يوم، يعني تقريبا أسبوعين. بعد هذه الفترة الحضانة تبدأ تظهر الأعراض اللي هي كما قلنا احنا الحبة اللي تولي بيستول يعني مقيحة، وهذه تقدر تقعد 10 أيام. فلما نحسبه كلش ممكن 20 إلى 25 يوم والإنسان مريض، وهذه اللي بعد هذه تنزل وتكون عنده دي سيكاتريس. في بعض الحالات الحمد لله في 1% أو 3%. هل السائل اللي يخرج من البيستول هذاك سائل حقيقة هو اللي يعدي؟ طبعا، لأن البيستول اللي راهي موجودة معمرة بالفيروسات، يعني لا يجب لمس. لا يجب لمسها، وخصوصا إذا كان المريض عنده كما نقولوا احنا ديتوني، معناها لباس، وهذا اللباس اللي يكون معرض للحبة، ومن بعد هذا اللباس إلى حطه وعاود لمسه آخر يتعذب هذاك. حتى فراش النوم يقولوا، حتى فراش النوم الألبسة يقولوا، حتى فراش النوم لا ليتري بو كونتوني لوبيس بو ات ان اوبجي دو طبعا. لهذا مهم على مستوى الفنادق وعلى مستوى المراكز اللي يكونوا فيها كثير من الأشخاص، مهم جدا أن يكون نظام يسمح ب
تنظيف وتعقيم هذه الأفرشات. يعني حقيقة إذا كان فيها موجود منظمة الصحة العالمية تقول أنه من الصعب جدا لهذا المونكي بوكس فيروس أنه ينتقل من إنسان إلى إنسان، يجب احتكاك طويل، ليس كالكورونا فيروس، يجب احتكاك طويل لمدة زمنية طويلة ويكون الشخصين متقاربين. هل في رأيكم هذا الأعراض أو هذا النظام يمكن أن يتغير بالوقت وين تصبح العدوى بسرعة أكبر وبسهولة أكثر؟ طبعا كذلك يجب كذلك نظروا إلى كما قلنا إحنا الوضع الاجتماعي، يعني العقلية كما نقولوا إحنا بالعامية اللي موجودة. إحنا مثلا بلد برانا بيناتنا حبوا بزاف نمسوا نتسالموا نمسوا حسوا نمسوا، هذا يعتبر يعني يشربوا القهوه في فنجان واحد، فوالا حتى وكان ما يمشي يمس انسان، كاين حنا نحبوا نديروا نحطوا يدينا وني طاكتيل، فوالا طاكتيل، هذا اللي هذا هو اللي يعتبر اكثر يعني هاجس اللي ممكن يتسبب في مشاكل. لهذا لما تكون في موضع اين الناس مثلا عندهم ثقافه ما يتلمسوش، عندهم ثقافه وكاين تباعد ما يتلصقوش في مع بعضهم، يكونوا أقل عرضة من. لكن ما جبتش على السؤال هذا بروفيسور درار، هل يمكن كما حدث لنا في فيروس كورونا وين هاد لي كورونا فيروس كنا نعرفوهم أيضا من قبل وما كانوش بهذه الضراوة، هاد الفيروس تأقلم وأصبح، أنت سميته لي مرة فيروس شيطاني في حصة من الحصص، أصبح بالدلتا سلالة جد قاتلة، هل يمكن أيضا هذا المونكي بوكس فيروس يصبح بالوقت يصبح أكثر ضراوة ويصبح مرض قاتل؟ أنه يصبح كما مثلا الكورونا فيروس لا، يعني مستبعد حتى بالنسبة للعائلة تاع الفيروسات غيرها. العائلة مثلا الكورونا فيروس ينتمي إلى عائلة نحن نسميها الفيروس آيرن. الفيروس آيرن هادوما سي دي فيروس يعني عندهم تغيير سريع وعندهم انتقال كبير كما الانفلونزا ولا كما الكورونا فيروس. لكن هذه القرادات تنتمي إلى عائلة نسميها العائلة تاع الفيروس آديان، يعني كما الحصة ديالك. وهذا الفيروس آديان يسون بلو ستابل كي الفيروس آيرن. فمستبعد ان التغيرات تغيرات كبيره كما الفيروسات اللي ذكرتها كما الكورونا فيروس، ولكن هذا لا ينبغي ان يعني قلنا يبدل النظره ان هذه الفيروسات ممكن تكون تنتقل في رقعة جغرافية كبيرة وفي ظرف قياسي، هذا ممكن يصرع ولكن ليس على النمط تاع الفيروسات التي ذكرناها. بروفيسور فوزي درار، احنا نعرفوا انه المرض الاصلي هو لافاريو المرض الجدري، كخبير في علم الفيروسات ما الفرق البيولوجي ما بين او الميكروبيولوجي ما بين لافاريو الكلاسيك ولافاريو دو سانج، المرض الجدري ومرض جدري القرود؟ يعني هما ينتميوا الى نفس الراس تاعهم في بالنسبه للوردر، يعني لوردر ماشي لورد، نفس العائله كاين لورد ومن بعد يجي لو جونر. هل باريكزومبل انا قريت في بعض الدراسات مؤخرا انه حتى لافاريسال تنتمي الى نفس لوردر، حتى لي سيمبتوم تشبه لي سيمبتوم تاع لافاريسال. صحيح، لهذا قلت لك لي فيروس عاديين، يعني فيروس عاديين بيناتهم كاين فيروسال وبيناتهم فيروسات اخرى كذلك اللي تنتمي الى نفس العائله، ولكن كي تحبط بلورد بتحبط لافامين بتحبط للجون. في لو جون كاين جون اللي يسميه البوكس فيروس، هذا البوكس فيروس في نوعا ما اربع حالات، كاين تاع الجذي اللي ذكرتها لافاريو كلاسيك اللي كانت مقبل، وكاين فيروس تاع لافاكسين كذلك كان مستعمل، وكاين هذا تاع تاع مونكي بوكس. والرابع لي ميم جون، والرابع هو الفيروس الاخر، فيروس حيواني اكثر ما نعرفوش كثير. زونوس؟ نعم، هما يستعملوا تقريبا كلهم زونوس لانهم ينتقلوا من الحيوان من القرد بالنسبه للمونكي بوكس، وكاين كذلك الكوبوكس، كاين فيروس اخر اسمه الكوبوكس اللي ما نعرفوش، ولكن كاين المونكي هو اللي راه معروف الان لانه انتقل من القرده. فهذه الفيروسات التي تنتمي الى نفس الجون لما تتعرض مثلا لافاريول احد فيهم يتعرض له الانسان، لما تكون عندك مناعه ضده تحميك على اللي راهو معاه في نفس الجون. لهذا يقولوا لما كان لا كومباني ماسيف تاع لا فاكسيناسيون كانت لا فاريول، كنا الانسان كان محميين حتى
بعض الفيروسات التي قريبة من لافاريول اللي من بينتها قيد الخزن. ولكن الآن منذ 80 شحال عندنا اليوم؟ عندنا حوالي 20 سنة من 1980، شحال عندنا ملي الآن أكثر من 20 سنة ملي آخر تلقيح وآخر مناعة ضد هذا الفيروس. فبالتالي لما راح تنقص هذه المناعة تنقص كذلك عن الفيروسات كما المونكي بوكس واللي حواليها. ولهذا يقولوا العلماء الآن أن هذا الظهور هذا يأتي تزامنا مع انخفاض المناعة التي استعملت ضد لافاريول في السنوات السبعين والثمانينات. بروفيسور فوزي ضرار، المنظمة العالمية للصحة الأوماس تتكلم على لي مالادي إيمرجونت كثيرا، هو محور جد وهام لدى المنظمة العالمية للصحة، لكن في الجزائر نشوف احنا ما كاش يعني إجراءات كبيرة واهتمام كبير. لي مالادي إيمرجونت حتى نوضحوا للمشاهد الكريم هما الأمراض الظاهرة والمتجددة. هل الجزائر حاضرة؟ يعني الناس راهي تتسبق الأحداث، راهي تدير دي لابوراتوار بي 3 بي 4 وإحنا ما ندير والو للأسف الشديد، أو ربما رانا نديره ولكن قليل. وكاين في قانون الصحة 11-18 المرصد الوطني للأوبسيرفاتوار لمراقبة الأمراض المعدية وهذه الأمراض المتجددة. ما عن هذا المرصد اللي مازال ما شفناهش؟ لماذا كل حاجة احنا عندنا قوانين ما شاء الله كي تقرأ سير بابي عندنا كلش، لكن في الواقع نتأخروا في كلش. هذا المرصد الوطني وانت راك في الواجهة يعني كمدير عام لمعهد باستير وكانفيرولوج راك خبير في علم الفيروسات، نحتاج إلى هذا المرصد هذا حتى نتسبقوا الأمور. شوف يعني لما نقول لك لازم تنظيم، كي نقول لك تنظيم لماذا؟ لأن الأدوات التي تسبب ولا لي زوتي اللي يسمحوا لك باش يكون عندك نظام مراقبة قوي جدا في الجزائر موجودة. أعطيك مثال، في معهد باستور موجود مخبر بي 3 أكثر من بي 3 لأن فيه تغييرات تحدث فيه تسمح باش يكون عندك مخبر عالي الكفاءة. زائد عندك بالنسبة للجانب البشري كاين عندنا في المعهد وغيره كاين ناس تفورمات لما نسميو احنا عندها يعني عندها شهادات في البيو سيكوريتي بيو سيكوريتي. هذه كلها زائد اللي ذكرت انت المرصد الوطني اللي هو الجانب التشريعي، هذه لازم لها تأطير حتى تكون عندك نظام مرصد وطني. لكن بيطروا أمراض متجددة بيطروا بروفيسور فوزي ضرار، نعم. كان غير عندك في باستور، ما عندناش بيطروا في جهة واحدة أخرى. لو تذهب دول عندهم 70 مخبر بيطروا وعندهم 3 ولا 4 بيكات، احنا عندنا واحد بيطروا عند باستور، هل هذا كافي؟ نعم أكيد احنا ماذا بينا يكونوا أكثر، ولكن حتى البيطروا اللي موجود لازم تعطيله لازم نعطيله كما نقولوا احنا لاكومبانيومون نيسيسير، لأنه هذا باش نفهموا هذا اللابوراتوار بيطروا اللي موجود أو كما نقولك سلاح في يد الجزائر، لأنه تقدر تستعمل فيه وتختبر فيه فيروسات ولا بكتيريات خطيرة جدا. لهذا يجب يكون عنده الدعم ويكون مؤطر، لأن ليكون لا أو عندك مثلا مخبر بيتروال اللي راه موجود وكما ذكرت أنت يكون عندك مرصد ولا ما يكونش فعال، وش راح يصير بلك البيتروال؟ لازم هذه كلها توضع في إطار عام تكون فيه المعهد باستور بالبيطروا تاعو، يكون جانب البشري، لان عندنا باش تكون على بالك عندنا ناس متخصصه في كما نقولوا احنا البيو سيكيورتي بيو سيكيورتي وعندها شهادات اعلى بكفاءه عاليه جدا، عشرات راهم موجودين موضوعين، هذو كذلك يجب دمجهم في هذا الاطار حتى يكون عندنا نظره ويكون عندنا نظام قوي لمجابهه هذه الامراض اللي ذكرتها ايمرجونت. الان في البلدان كاين مراصد، هل لديكم برامج؟ هل لديكم برامج فوزي ضرار في هذا الصدد؟ ونعرفوا ان الحروب الان، الحروب في العالم حروب تاع فيروسات، الناس راهي تستثمر حتى الدول العظمى والدول الكبرى والدول المتقدمه تستثمر في هذا علم الفيروسات المانيبول دي فيروس في اللابوراتوار. هل لديكم برامج في هذا الصدد؟ احنا الان لازم احنا كاين لازم شوف كاين امور لازم علاش كنا نكتبوا على لا بريفوانس، كنا نكتبوا على التسبق لونتيسيباسيون، لان رانا في وقت الان لو كان ما تونتيسيبيش يجب تتعامل معه بصفه عليه. هل معهد باستور الى اونتيسيبي؟ والبترول راه موجود منذ 10 سنوات، لكن هل درتوا هل عندكم برامج لمخابر اخرى؟
طبعا احنا في المعهد مدابينا يكون عندنا اكثر، لكن تستدعي كما نقولوا احنا استثمار، وتستدعي في بعض الاحيان اشياء كثيره. احنا الحمد لله كان عندنا مثلا بالنسبه هذه الجائحه حتى الكوفيد كانت نعمه بين قوسين، هو مرض قاتل، ولكن يعني اتوتشوز مالوريبون. نعم، لان اكتسبنا بعض الماكينات واكتسبنا بعض الامور بعض الاشياء اللي حتى جعلنا اكثر قوه في مجابهه الامراض. الان عندنا مثلا كتهضر مقبل على السيكونساج، اكتسبنا ماكينات سيكونساج قويه حتسمع برفع المستوى تاع المعرفه بالليزاجون باثوجين، وراح نديروا حمله تكوين في المستقبل القريب في ميدان هذا التسلسل الجيني، وكذلك راح نستعملوا المخبر كذلك بيتوا في محاوله لاعطاء الناس فرصه لتكوين في هذا. احنا نعلموا فوزي درار انه في مستشفى القطار اللي هو مستشفى مرجعي في افريقيا للامراض المعديه كان فيه مشروع حتى يديروا ليس مخبر ولكن مصلحه بيتروا، مصلحه بيتروا، لكن للاسف شركه اللي دات المشروع ما قامتش بالمشروع كما ينبغي، او كان فيه اختلالات كبيره، وزير الصحه قرر يرجعها مصلحه انعاش. نعم. يعني نحتاج الى مصلحه بيتروا طبعا، ولكن باش يكون الفهم، مصلحة الإنعاش مثلا ضرورة استعجالية. الآن ثانية مرحلة الآن كما قلت أنت البيتروا في بالنسبة للمصالح السريرية كلينيك، كاين واش نسميوهم احنا غرف ضغط السلبي لي شومبر بريسيون نيجاتيف، هادو هما اللي لازم ضروري أن مصالح خصوصا مصالح الأمراض المعدية لازم يكون عندها يعني دي شومبر بريسيون نيجاتيف، حتى كي يكون مرض خطير ما تقدرش تحطه مع امراض ناس ما عندها مرض عادي، تحطهم في عزل، وهذا العزل يكون في هل عندنا هذه المصالح في الجزائر؟ لحد الان لا، ما كان للاسف الشديد بلد كبير كالجزائر وكل ميزانيه اللي راهي تعطيها الدوله لقطاع الصحه وما عندناش دي شومبر ابريسيون نيجاتيف. لهذا بضغط لهذا احنا في نظر هاد كما نقولوا الدردشه بيناتنا نبهوا على اهميه هذه الامور، نبهوا على ان لازم تكون كما نقولوا احنا منشات خاصه التي تستعمل في وضعيه خاصه، ما لازمش نكون عندنا لان تستغرق وقت باش نبنيوها، فبالتالي هذه من استراتيجيه للمستقبل. لان قلت لك كما نقول لك اذا خرجنا من ازمه وما خرجناش منها توصيات كاننا لا نعمل شيء، كاننا الناس مثلا اللي ماتت هكذاك، باش نثمنوا باش نقولوا بلي الناس ماتت من اجل في وهما كما نقول لك ربي يرحمهم، باش تكون هذه عندنا اون فالور اجوتي، لازم في المستقبل نستخلصوا الدروس باش ما نعاودوش نعيشوا هذا العدو. من بين هذا واش انا نذكره الان، لان شوف عندك الكوفيد 19، قبل الكوفيد كان المنظمه الصحه تنتظر وباء عالمي لفيروس H7H79 اللي هو فيروس انفلونزا خطير جدا ومازالوا الان. فوجئنا بالكوفيد 19، مازلنا في الكوفيد 19، ظهر فيروس تاع المونكي بوكس اللي نهضروا عليه وفيه فيروسات اخرى، فبالتالي رانا في عالم اليوم. كيف تفسرون هل هذه يعني اون سامبل كوانسيدونس صدفه، ام هذا ظهور هذه الاوبئه ليست ربما فيروسات كما يقول بعض مصطنعه، ربما خرجت من المخابر، ربما مفتعله؟ يعني الان هذا يدعو الى الشك بروفيسور فوزي درار. لا احنا ما دي اكيد فيه كما قلت بزاف الاطروحات، ولكن واش ما هو موجود اننا البحوث العلميه اللي وجدت اللي بحثت في الحيوانات اصبحنا نشوف ان الان التقارب والضغط الرهيب الموجود بين الانسان والحيوان، هذا ما استدعى المنظمات المختصه العالميه والحيوانيه لاعطاء كما نقول لك لو برينسيپ تاع وان هيلث، لان ما تقدرش الان تسيفي لي مالادي عند الحيوان وحده وعند الانسان وحده، خلاص الامراض كلها اصبحت تنظر إليها في نطاق واحد. لهذا يجب الآن في المستقبل القريب أن تكون تضاعف الجهود لتكون لنا يعني مراقبة سوية ما بين مراقبة الانفيرونمون الحيوان والإنسان في نفس الوقت، حتى تكون عندنا استراتيجية. من غير المعقول أننا نصرف أموال مثلا طائلة لمراقبة فيروس اللي موجود عند الإنسان والحيوان، انه احنا نديروا اموال طائله عند الانسان وعند الحيوان وعند المر، لا، يجب نجمعوا كلهم في اطار واحد
وكذلك لازم تكون عندنا استراتيجية التشخيص. الاستراتيجية ناسيونال ديبيستاج لازم توضع في المستقبل، لأننا شفنا مثلا كان بزاف يقول شفنا بلي كان عندنا نوع صعوبات حتى نرفع من حدة التشخيص. الآن رانا في أريحية، يجب نبحثوا كيفاش التشخيص في الجامعة، التشخيص في المستشفى، التشخيص في أي في التشخيص في في المخابر الحيوانية. شفنا مؤخرا شفت يعني مع اختصاصيين عالميين إيطاليين لما كانت في إيطاليا الكوفيد 19 في الذروة تاعو، كانت مخابر مراقبة الفيروسات الحيوانية تستعمل لتشخيص الكوفيد 19، فاستعملت كل الطاقات. هذا هو لازم نلحقوا المرقة التنسيق ما بين القطاعات تسمح باش نكون عندنا يعني قوة. كلمة انت تكلمت على التشخيص بروفيسور فوزي درار، هل معاد باستور حاضر الان لتشخيص اي حالة جديدة لهذا المرض الجديد، مرض جدري القرود القرود عفوا، وهل لو سيكونساج تقدروا ديروه؟ طبعا احنا ما نقول لك ما كناش في الاول، احنا لان لماذا؟ لان السباق في ادوات التشخيص لسجل اول حاله، لازم تكون عندك الفيروسات ولا المكونات تاعو. هل انت حاضر جي حاله جديده لا قدر الله الى الجزائر، جينا من فرنسا ومن اوروبا، طبعا هل تقدر دير لو سيكونساج تاعها؟ طبعا اول شيء لازم 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 كما نقولوا احنا تصيبوا، وباش تصيبوا الان معروف باللي الاداه السريعه باش تشخص هي البي سي ار. احنا إيه لما سجدت اول حاله اتصلنا بالمخابر العالميه اللي عندنا اتصال معها دائم من منظمه العالميه للصحه، وتم على اثرها تبادل كما نسميوه احنا البروتوكول. الان البروتوكول عندنا موجود في المعهد، جبنا يعني المكونات اللي تسمح بالتشخيص. هل بي سي ار بالبي سي ار تشخص ايضا هذا المونكي بوكس فيروس؟ نعم، هذا هو الهدف الان. يعني الان يجي واحد في المطار يلقاو عنده حمى شديده ولا الم راس، يديروا له بي سي ار في المطار، يجي لك تقدر دير سيكونساج؟ طبعا لا 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 لا, لا ما نحوش نديروا سيكونساج ديريكت. المرحله الاولى هي لازم دير بي سي ار، لازم تشخص عنده هذا الشخص عنده. هنقولوا في حاله ما تكون ايجابيه بوزيتيف طبعا. طبعا احنا لان في الاول لازم تكون عندك كيفاش تشخص. هل كاين حالات مشتبهه الان في معهد باستور تاع؟ لا لا ما كاش حاله، وان شاء الله ما تكونش. احنا الانسان المواطن الجزائري كنفس المواطن في العالم لازم يكون على نفس مستوى المعلومات. الهدف تاع المعهد باستور الاولي هو يشرح للانسان ما يحدث في العالم، باش الانسان يكون راهو رايح غدوه يفواياجي او يستقبل واحد، ولا حتى هو يحب يثقف عنده نفس المعلومات. وفي نفس الوقت المعهد يعمل على ان يكون هناك مركز يشخص هذا المرض حمايه على للصحه. في حاله تفشي هذا الوباء في الجزائر، هل معهد باستور بدا مفاوضات، بدا دي كونتاكت اتصالات حتى يجيب لنا لو فاكسين تاع لا فاريول، ولا توجور احنا اون ريتار؟ لا يعني لازم يكون نوضعوا الامور على اساسها. الان رانا في مرحله ماهوش موجود فيروس، رانا نشوفوا نتبعوا العالمي. الان هل هذا سيستدعي ان يكون تلقيح ولا ما يكونش؟ هذه فتره مرحله ثانيه لازم نوضعها في البال، ولكن مرحله ثانيه اذا استدعت وشفنا باللي او يتسع، ولكن ما في البلدان اللي تتسع كثير كان غير لقاح راح يسمح باش يلقح، انا ذاك يتم استعمال مرور الى فتره اقتناء التلقيح. لكن حاليا مازال الان ماهوش مطروح، حاليا مستعجل هو التشخيص. وصلنا لنهايه الحصه بروفيسور فوزي درار، كلمه اخيره في دقيقه. يعني شكرا على هذا الموضوع، احنا ما هذا موضوع مهم جدا لانه هو الوضع الحالي، ولكن هذا الوضع الحالي تاع الجذري تاع الموكي بوكس انا من خلاله نقول الناس ان البونديمي تاع الكوفيد 19 ما انتهتش، والمنظمة الصحية مازال، وكذلك حتى وان انتهت انا نشوف السيناريوهات اللي تقول ان ما اكتسبناه من ارشادات ومن تصحيحات ومن اجراءات وقائيه يجب ان تكون معنا دائما اذا اردنا ان نكون بمنأى عن اي فيروس او بكتيريا تدخل في المستقبل. شكرا بروفيسور فوزي درار على حضورك معنا، شكرا على كل هذه التوضيحات وهذه التنويرات.
دائما كما قال البروفيسور فوزي ضرار، دائما الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، يليقظة يجب احترام الإجراءات الوقائية والعودة إليها إذا اقتضى الأمر. نذكر أن البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة كان في سويسرا أين شارك في مؤتمر المنظمة العالمية للصحة وترأس مجلس وزراء الصحة العرب، وعاد اليوم إلى أرض الوطن. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في عدد مقبل من برنامج أديان. مع السلامة.